بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي الجريدة الإلكترونية شرشل نيوز، متواجدون بمنطقة باكورة أو حي باكورة عند عمي خالد الذي تعرض البارحة إلى حادثة سرقة، سرقة 15 رأسا بين الأغنام والماعز. تفاجأ بهذه الواقعة التي لم يكن يتوقعها أصلا في مثل هكذا ظروف. عمي خالد، احكي لنا كيف اشترت. كالسيد يعيط للدار، يعيط قال لي خالد اجري سرقوا لك النعجات، اجري اجري. انا جيت نجري، رحنا للطريق لقينا المعزات، المعزات هناك، المعزات النعجات داولي 5 نعجات وعشرة معزات، ومن بعد الاخرين ديسبارا وهربوا، شافوا الناس حبسوا وهربوا. ومن بعد رحت تبعت طريقه، جبتهم بلعت لهم البرد. ومن بعد رحت باش نشد كي، حتى لقيت المعزه واحده اللي هي تحت في سوندا مينيتر، لقيت راح تركبها، عييت لها انا، الناس حبسوا عندي باش نشدوا عينه لها، خليتها. رحت للدرك قالوا لي جا السيد قبلك، قال لي الهيربين والاخر صنبول 44، صنبول 44 هزوهم وراحوا. وش من ساعة صارت عمي خالد؟ على 3. 3 تاع الصباح؟ على 3 تاع الصباح. على 3 تاع الصباح. ومعليش كاين ربي. والله كاين ربي. الدنيا هذه ثانية. عمي خالد، هذ الناس هذو اللي سرقوك بهذه الطريقة هذه، واش تقولهم؟ واش تقولهم؟ نوكل ربي. نوكل ربي. نوكل ربي. ربي هو الصح، هو اللي خلقنا كلش، ربي سبحانه. ان شاء الله يوم القيامة يبانوا، دروك ما بانوش بصح يوم القيامة يبانوا، ما هوش بعيد. صارخ يكون من غير منا من الدوار، ما هوش بعيد، ما هوش بعيد بزاف. باش يسرقك واحد ما هوش بعيد. نوكل ربي، نوكل ربي، كاش أكثر من ربي. هذا عمي خالد كان ناوي، عنده زوج كباش، كان معول يدير فرح وليمة طهارة لوليدو، ولكن ها داوهم، والله رداوهم خلاص. واش ندير، يعوض ربي ان شاء الله. هذوك الزوج يولدوا ان شاء الله، يولدوا الكباش ان شاء الله بربي. صرات مقبل عمي خالد هنا في باكورة، صرات مقبل، صرات سرقة، صرات ايه، صرات شدوهم، صرات شدوهم، الدرك اللي شدوهم، الدرك شدوهم، صح خلصوا. هذو كل واحد تاب زيروهم الدرك، ما يزيدش يسرق هذا، هذو كتابو، ما تميز فيهم كاع. والله ما تميز فيه. ان شاء الله عمي خالد السلطات الامنيه تقوم بالدور تاعها ان شاء الله، كما يجب ان شاء الله، ان شاء الله، وان شاء الله يطيحوا بالعصابه هذه ان شاء الله، ويردوا لك حقك ان شاء الله. الدرك جاوا الله شافوا صوروا، قاموا الاخر قال لي ان شاء الله يوليوا، ان شاء الله باذن الله، باذن الله. قال لي عيطنا كل بلاصه، ان شاء الله يوليوا، ان شاء الله السارق يكشفوا ربي. هذه أول مرة تعرض لها للسرقة عمي خالد؟ أول مرة. بعد 20 سنة وأنت تربي فيهم؟ إيه، 20 سنة وما لا، واحد ما مسنيش، واحد ما مسنيش، يبي نعشر منهم، والله غير نعشر، والله هكذا أعطاني ربي شوية نعشر منهم، والله 43 نعجة نعشر، خلاص. ربي يعوضك إن شاء الله عمي خالد. دروك رانا عشرنا منهم. ربي يعوضك. الله ربي يعوضك ان شاء الله. هذه الدنيا كل واحد كيش ربي سبحانه.
لا لا حتى ما قتلونيش عقلتهم ما قتلونيش كاع راني عايش ها ولا مع البز هذا اللي راهي في الدار ها والله شكون اللي عيشهم ما كاش لا لا نتريت له والو ها والله شكون اللي عيش هذا هذا الابن الوحيد تاعك الوحيد ايه ربي يسجيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسجيه ان شاء الله هذا ويعمروا لي ربي الكوري ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله ان شاء الله ونعشر منهم ان شاء الله باذن الله ابن خالد الله نعشر اكثر ونعشر غير اكثر كل عام نعشر منهم آمين. كانوا في الدولة هكا هكا هذا واش بقى لك؟ ايه هذو برك هذوك شوف عياولهم هذوك هذوك عياولهم لخاطر قاسحين قاسحين هذو شحال دولك من راس الحاج؟ 15 15 من راسه؟ 15 شابين داو الشابين الشابين صح نوكلهم ربي اروح لي من الحج ما كاش اكثر من ربي وكلهم ربي وكلهم ربي